زي ما قلت لحضراتكم يوميا كده هيبقى في عندنا، هنروح لكل الالعاب ونشوف ايه اهم استعداداتهم او اخر استعداداتهم، وهنعرضها لحضراتكم علشان تطمنوا على اللي بيحصل سواء في كره القدم. كره القدم من الثلاث اسابيع دول اجازه، وبالتالي الكره الطايره والسله واليد هيكون ان شاء الله موجودين معانا خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع نشوف هذه اللقاءات واخر استعدادات سيدات النادي الاهلي في الطائره. بعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن احمد صديق اللي هيكون ضيفي في البيت الكبير. الحمد لله. طبعا احنا يعني بدايه الموسم لسه، يعني لسه بدايه اول شهر لينا في التمرين. عندنا اغلب اللعيبه موجودين حاليا في المنتخب الاول ومنتخب الشابات اللي موجود دلوقتي بيلعبوا مباريات. بنتابع الناس اللي بتلعب بره، وحاليا يعني مع الجزء الموجود عندنا عددهم قليل، لكن بنحاول نرفع من مستواهم بحيث يتساووا مع الناس اللي بيتمرنوا مع المنتخب، بحيث لما يرجعوا الاثنين يتقابلوا مع بعض في الموسم. يعني ان شاء الله يكون موسم كويس، وربنا يسهل لنبادي يكون احسن من الموسم اللي فات ان شاء الله. الموسم اللي فات احنا ما كناش موجودين، فيعني احنا بس متابعتنا ليها ان المشاكل اللي موجوده ان في نهايه الموسم حصل نوع من انواع المستوى البدني، هو ده اللي عمل مشكله، فرق كبير، بالذات ان كانت اللعيبه المحترفه برضو جالها اصابه في وسط الموسم، وعشان ترجع تاني لنهايه الموسم فكانش يقدر توصل للمستوى المطلوب منها. كذلك آية الشامي اللي هي الضريبه الاساسيه عندنا من المركز 2 حصل لها اصابه برضو في اقل المباريات، وتحملت على نفسها ولعبت. ففي شويه مشاكل، في الاغلب هي مشاكل بدنيه، الا فنيا هم عاليين جدا فنيا، والا المنتخب المصري يبقى مش هيستفيد حاجه من النادي الاهلي لو ما كانوش فنيا عاليين. احنا طبعا اللعيبه كلها اغلبيتها في المنتخب، احنا حوالي 6 أو 7 لعيبه. طبعا في سيستم جديد خالص، يعني ما كناش ماشيين عليه السنين اللي فاتت، في سيستم جديد، في طريقه تمرين جديده، في طريقه حتى كمان احمال جديده ماشيين عليها. باذن الله السنه دي احنا بادئين بدايه قويه جدا، كل اللعيبه مركزه وكل لعيبه عندها هدف يعني تحققه السنه دي. باذن الله نقدر نحقق الثلاث بطولات باذن الله اللي احنا متعودين عليها. ان شاء الله ناويين كلنا ان احنا نبتدي بدايه قويه السنه دي ان شاء الله. طبعا نتيجه اللي حصل السنه اللي فاتت وان اخر السيزون ما كانش احسن حاجه بالنسبه لنا، بس فبدانا بقى لنا فتره شغالين دلوقتي كلنا كويس قوي. طبعا في مجموعه كبيره قوي في المنتخب، بس المجموعه اللي موجوده دلوقتي كلها طبعا بتجهز، وكلنا شغالين فتنس وفولي الاثنين مع بعض، وان شاء الله عشان نبتدي لما كلنا نكمل نبقى كلنا جاهزين ان شاء الله. يعني احنا لسه بادئين من شهر مثلا، بنتمرن 5 أيام في الاسبوع، بس احنا زي ما انت شايفه احنا الفرقه ناقصه كتير قوي في المنتخب، بس احنا هنا بنحاول الناس اللي مش هناك يعني بنعوض بالتمرين هنا سواء جيم او فولي علشان لما يرجعوا نبقى كلنا اون ذا سيم ليفل. احنا بادئين الحمد لله كويس قوي، بس في ناس كتير مش موجوده عشان في المنتخب وكده، بس احنا برضو يعني الحمد لله شغالين على نفسنا كويس. السيزون ده مش هيبقى سهل، هيبقى اصعب من اللي فات كمان، فبنحاول يعني نجهز عشان نبقى نطلع احسن حاجه عندنا يعني ان شاء الله.